دكتور ابراهيم سعد، اخصائي القلب مستشفى وادي النيل. مركز القلب الرياضي في مستشفى وادي النيل ده اول مركز قلب رياضي في مصر وفي افريقيا. المركز ده بيعمل سكرين على قلب الرياضيين عشان نحاول نمنع على قد ما نقدر حوادث الموت المفاجئ في الملاعب. احنا بنشوف كتير جدا حوادث موت مفاجئ في الملاعب، سواء العاب تنافسيه او العاب جماعيه، بيبقى سببها مشكله في غالبا في القلب، في عضله القلب او في كهربه القلب. شفنا ده في الملاعب المصريه والملاعب العالميه. فالمركز الرياضي ده بنعمل سكرين لكل لعيبه عن طريق موجات صوتيه على القلب واختبار لكهربه القلب. جامعة جون مورس قسم الطب الرياضي فيها هناك هو المشرف على نادي عريق زي نادي ليفربول، وليهم خبرة طويلة جدا في مجال الطب الرياضي. طبعا ده تعاون مثمر. أصلا فكرة الطب الرياضي دي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة وأفريقيا وفي مصر طبعا فكرة جديدة، فده تعاون جيد جدا مع جامعة عريقة بتشرف على نادي عريق زي نادي ليفربول. ان شاء الله في بروتوكولات بين وزارة الشباب والرياضة والمستشفى ووزارة التعليم والمستشفى لفحص قلب الرياضيين على المستوى، حتى المستوى اللعيبة الهواة واللعيبة المحترفين. القلب الرياضي، الفكرة قلب الرياضي مختلف تماما عن القلب الطبيعي. القلب الطبيعي ضربات القلب فيه ممكن تبقى من حوالي 60 ل 90 او من 60 ل 100. سمك عضلة القلب فيه بيبقى اقل من 11 مللي يعني. قلب الرياضيين لا، قلب الرياضي ممكن يبقى فيه مسموح بتضخم في العضله، ده حاجه تبقى طبيعيه بالنسبه للرياضي. وضربات قلب الرياضي بتبقى اقل كتير من ضربات قلب الانسان الطبيعي.